في هذه النشرة: جريمة في زقاق البلاط، سوري يقتل لبنانيا طعنا بالسكين. حرب داحس والغبراء على طابة في سلة. لا لا لا. طارق يتيم للقاضي: أحب رؤية الدم. قانون شربل تبنته حكومة ميقاتي، ماذا عن المجلس النيابي؟ يمكن النسبية أفضل من القانون الحالي اللي موجود بالنسبة للي رافضينه. هل احترقت ورقة سليمان فرنجي الرئاسية؟ لأن الوزير فرنجي قد أصبح يمكن متيقنا بأن الظرف لم يعد مؤاتيا لترشيحه. بحارة سان سيمون رزق على الشبكة. بيجي واحد معه مصاري كتير بيعمل له مسبح بيقطع معيشة المنطقة كلها، كرامة انه والله انه عمل مسبح هو وشغل 10-12 واحد من المنطقة. صباح الخير. لبنان سلة لا حكمة لبنيه وسياسييه ولا روح رياضية تمكنت يوما من التغلب على الأرواح الطائفية الطالعة من الكرسي إلى الملعب. وليلة الحكم الرياضي على هذا المعدل لن تكون مستغربة، فهي طبق عن أصل. وإذا كان الماتش قد وجد له حكاما ولجان تقرير لإعلان النتيجة، فإن المباريات السياسية لا تجد حكما يفصل بينها. وعلى هذا فإن زعماء فالتون وثمة زعماء قادمون ليملأوا الفراغ بالرجال المناسبة. وبما أن أشرف ريفي تقدم إلى صفوف فريق الهجوم بعدما انتظر كثيرا في ملاعب الاحتياط، فالوزير نهاد المشنوق انتقل من اللعب في خط الوسط إلى الهجوم والدفاع معا، في رقصة سياسية خطيرة لا يسجل فيها أي هدف ما لم يسنده حارس مرمى مستورد. والرقص على حبل الزعامات دفع بنهاد المشنوق إلى إطلاق صلية جديدة من المواقف، منها ما جاء عبر تويتر معلنا أنه يمثل في كلامه الضمير المستتر لتيار المستقبل. لكن إذا لم ينسق وزير الداخلية تصريحاته مع رعاة المباريات اللبنانية، فإن الضمير المستتر يصبح تقديره في محل نصب مفعول به. والمشنوق الذي قال الكثير يبدو أن لديه ما هو أكثر، إذ يرتقب أن يتبع وزير الداخلية أسلوب المكاشفة في كافة المواضيع، لأن من حق الناس معرفة الحقائق السياسية، وهذا ما تم تسريبه عن المشنوق. وقعت مساء أمس جريمة في محلة زقاق البلاط في بيروت، حيث وقع إشكال بين مواطن لبناني يدعى حسين طه وآخر من التابعية السورية، وما لبث الإشكال أن تطور عبر إقدام الشخص السوري بطعن الضحية بسكين طعنات عدة فارقة على إثرها الحياة، وقد جرى توقيف الجاني ويتم التحقيق معه بإشراف الأجهزة المعنية. توقفت المباراة السادسة قبل الأخيرة بين فريقي الحكم والرياضي في ملعب غزير، فتوقفت البطولة وأعلن اتحاد كرة السلة فوز فريق الرياضي. الليل الليل يا ويلي شو بده يصير؟ ما حدث في المباراة السادسة في نهائيات كرة السلة بين فريقي الحكم والرياضي كان متوقعا شو بده يصير، بعد سلة من هنا وأخرى من هناك وبين صافرة حكم في هذا التوقيت أو في ذاك. وإن كان لونا الأصفر والأخضر يلتقيان في الملاعب السياسية، إلا أنه لا مجال للقاء في الملاعب الرياضية. فبعيدا عن البادئ، إلا أن الظلمة طال محبي كرة السلة. لازم تروق الأمور، بلشت الأمانة. لا 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 يا شباب، لا يا شباب، لا يا شباب. أنا برأيي الحل أنه يكون في قوة من الدرك، مكافحة شغب، محضرة لكل أنواع السبور، وتحفظ أمن الملاعب. تتواجه مع الجمهور؟ أكيد أكيد. طول عمرنا نحن قبل
أيام العهد الوصاية يبقى في 4-5 بخيزرانات يمشوا الملعب مثل ما بدهم، ما حدا يسترجي يفتح تمه. بدنا نعمل هيك، بدنا نعمل هيك. اليوم صفيرة حكم خاطئة، هيدا احتقان. بيجيها صفيرة تانية وتالتي وعدة، مباراة ورا مباراة. إذا في جمهور عم بيشعر إنه هو مغبون ومظلوم وما عم بياخد حقه، في حين غير نوادي وغير فرق عم تاخد حقه أكتر منه بعدة أمور عم بتصير، مش بس صفيرات حكام. هيدا الجمهور عرفي عم بيصير عنده نوع من كميل تراكم، عم تتشقع الأشياء فوق بعضها. بس معقول أنتو كإداريين أبونا ما تقدروا تضبطوا جمهور مثل صار مبارح؟ هيدا الجمهور مبارح لما كان انضبط من قبلنا نحنا 6000 شاب موجودين بأرض الملعب، شو كان صار لكان؟ لأنه ما حدا بحب يخسر بلبنان. نحنا بلبنان ما حدا بحب يخسر. بتطلعي برا ببلاد برا بتحضري جيمات بيكون في 80,000 زلمة بالملعب، ما في حاجز بينهم بين الملعب، بتلاقي اللعيبة كلها عم تخبط بعض ولا واحد من الجمهور بفوت على الملعب. عندهم ثقافتهم غير ثقافتنا. دقاء شو هي؟ من ناحية أول شيء ثقافتهم مسالمة أكتر. نحن ما تنسي نتيجة الحروب ونتيجة كل الأمور اللي مرقنا فيها بشعة ببلادنا وتربى عليها أجيال وأجيال، منيح اللي بعدنا هيك. بتوقع ماتش حكمي رياضي ما فيه مشكل؟ لا لا، لازم تنضبط. يعني كلنا كنا عارفين هيدا أول شيء. يمكن كانت تزبط الخبرية إذا كل فريق بيربع على أرضه، لأنه نحن جمهور واحد. إيه جمهور واحد بالفريق. إذا الحكمة بتربح بغزير ما بيصير في مشكل، إذا الرياضي بيربح بالرياضي ما بيصير في مشكل. كيف بدك تثقبها؟ بده الفريق يربح غير هيك. إذا الفريق ما بيربح غير هيك unfortunately. يعني بتحدد محل حق على الاستفزازات اللي صارت إنه ما حدا بيرفع الكاس بغزير؟ أكيد أكيد. أنا انتبهي، ما عم بتهجم على الحكمة. يمكن لو صارت بالرياضي كمان كانوا قالوا لهم ما حدا بيربح الكاس بالرياضي. أنا بدي أعطي اقتراح، إذا بدكم ما بقى ينكب أناني وما ينكب شيء من قبل الجمهور، حطوا له شبك خلصت من فوق لتحت لكان، وحطوه هنا ورا ويتفرجوا من ما بيوصل شيء للاعبين. لو تدخل الروح القدس بحسب الأب أبو غزالي لكانت أجواء المحبة هي الفائزة في نهائيات كرة السلة، إنما وعلى ما هي الحال فستبقى الكرة في سلة النفايات على حد قول الإعلامي نيشان. رشا الكرم، قناة الجديد. طارق يتيم المتهم بقتل جورج الريف بالصور لأول مرة من قاعة المحكمة يوم قال أنا معود ولا أخاف من الدم. هكذا مثل طارق يتيم في قاعة محكمة الجنايات في بيروت وهو المتهم بقتل الشاب جورج الريف بعد ضربه وطعنه حتى الموت في قاعة محكمة الجنايات في بيروت، وحضرت معه لينا حيدر المتهمة بجرم تسهيل هروبه. في هذه الصور التي التقطتها كاميرا الجديد وقف يتيم أمام القاضية هيلان اسكندر نافيا نيته قتل الريف، قائلا إنه كان تحت تأثير الكحول ودواء الأعصاب الذي يتناوله وأنه يتعالج لدى طبيب نفسي، وأعرب عن ندمه كاشفا أنه تعرض للذبح سابقا على يد عناصر أمنية سورية، غير أن القاضية طلبت معاينة رقبته فتبين عدم وجود أثار في رقبته بل وجود شطب في أسفل وجهه، غير أن أكثر الإجابات الصادمة التي تلفظ بها المتهم خلال رده على سؤال أحد المستشارين إن كان يتيم قد أثر في وعيه وجود الدم على يديه، فرد قائلا أنا معود ولا أخاف من الدم. كذلك جرى الاستماع إلى إفادة لينا حيدر حول ما إن كان هناك سابقة تتعلق باستخدام سيارتها من قبل يتيم وآخرين في محاولة قتل أحد الأشخاص، وقد أرجئت لسماع شهود الحق العام، وطلب وكيل الادعاء سماع إفادة جوزيف منصور، كما طلب وكيل المتهم سماع إفادة طبيب نفسي زاره طارق يتيم لمرة واحدة. هل تراجعت حظوظ النائب سليمان فرنجي للرئاسة؟ ما حدا بيقدر يدعي انه انا لا اتاثر باحد. القنبله التي القاها وزير الداخليه نواد المشنوق اخيرا من خلال تصريحاته لا يزال يتردد صداها في الاروقه السياسيه. من جمله ما يجري التركيز عليه هو ان كلامه على ان الخارجيه البريطانيه هي مصدر ترشيح النائب سليمان فرنجي للرئاسه هو لاخراجه من السباق عبر احراجه. هذا الكلام رفع من منسوب التفاؤل العوني بارتفاع حظوظ العماد ميشيل عون، وهناك من يتحدث عن تسويه رئاسيه تلوح في الافق. ومش كمان من الصدفه أن تأتي إشارات معينة من القوى الإقليمية والقوى الدولية
اللي معنية بالاستحقاق الرئاسي بطريقة أو بأخرى بأنها هي على مسافة واحدة من الجميع، ما يفيد أن ما حكي بالماضي عن ما يسمى نقد لترشيح العماد ميشيل عون قد أصبح أيضا من الماضي. لا، ما في شك اليوم أن الظروف أصبحت أكثر مؤاتية لولوج هذا الباب من الـ من الـ من الميثاق وبالتقيد بالدستور طبعا لكي نصل إلى رئاسة الجمهورية. ولكن البعض الآخر يقول أن علاقة الحريري أصلا بالسعودية لا تخوله اليوم تزكية أي اسم للرئاسة وهو يسعى لتحسين علاقته، فهل مجرد عودة الحريري عن تسمية فرنجية يعني قبول سعودي بعون؟ بالنسبة للوزير سليمان فرنجية، أنا متيقن أن الوزير فرنجية أجرى هو أيضا قراءة معينة للوضع السياسي الراهن من زاوية الاستحقاق الرئاسي بدليل مبادرته إلى الاتصال بالرئيس الحريري والكلام الذي نقل عن هذا الاتصال، بدليل ما قاله الوزير المشنوق أيضا، وبدليل ما التحليلات التي صدرت في معظم الصحف اللبنانية وأيضا يعني في وسائل إعلام أخرى من أن الوزير الفرنجي قد أصبح يمكن متيقنا بأن الظرف لم يعد مؤاتيا لترشيحه وأن سمت حظوظ أكثر واقعية اليوم وبالتأكيد أكثر ميثاقية للعماد ميشيل عون. هي بورصة ثلاثية الأبعاد محلية وإقليمية ودولية، ترتفع حينا وتخفض أحيانا، لكن الأكيد أن بعد تمديد للمجلس النيابي شارف على 3 سنوات وتمديد الفراغ الرئاسي لعام ونصف أنها لن تأتي برئيس إذا لم تتقاطع مع تسوية أو نصف تسوية تصبح معها الأسماء قصاصة ورقة سهلة الانتقاء. وضمن حق الرد نفى المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق في بيان أن يكون المشنوق قد أدلى بأي حديث، كما نفى المعلومات التي وردت في مقدمة نشرة قناة الجديد جملة وتفصيلا. فوق معاناتهم المعيشية، صيادو شاطئ السانسيمو يحرمون من حقهم في ممارسة مهنتهم البحرية. تحقيق جوال الحاج موسى. على هذا الشاطئ يعيش بحارة أصيلون، اختاروا مرغمين عيش حياة البحر بمدها وجزرها، فهم بعد تهجيرهم من بيوتهم وقت الاحتراب الأهلي في لبنان منذ أكثر من 40 عاما سكنوا مؤقتا على شاطئ السانسيمو ليكون البحر مصدر رزق لحوالي 5000 عائلة يرمي أربابها شباكهم فيه ليطعموا أطفالهم. لكن حقيقة المشهدية ليست بهذه البساطة، لأن نهار صيادي الشاطئ البحري لمنطقة الجناح لا يخلو من الاعتداء على شباكهم وأقفاسهم تحت حجة تعديهم على الأملاك الخاصة بمسبح السامرلاند المجاور لهم. على السامرلاند ممنوع نتصيد. شو عم بيقولوا لك؟ بيقولوا لنا ممنوع نتصيد، بيتصلوا بيجيبوا لنا الدرك وهيك، ممنوع، يمنعونا نتصيد. من يومين حطينا الشباك هون واجوا شالوها وخزقوها، حتى الاقفاص شالوهم واخذوهم حطوهم عندهم وما كانوا بدهم يعطونا اياه حتى صار مشكل نحن وياهم. وبالعودة إلى بر الأمان، حيث الجلسة تحت أشعة الشمس لها طعم خاص، يبقى للصيادين حكاياتهم الصارخة المطالبة بحقهم في الحفاظ على مصدر قوتهم. نحن كلنا معنا سندات ملكية بالبحر، وكلنا مرخصين من قبل الدولة، وبحق لنا نسرح وين ما كان. وما حدا يقول لنا ممنوع ومسموح، لأنه هيدي ما عادش مسموح فينا. يعني بيجي واحد معه مصاري كتير بيعمل له مسبح، بيقطع معيشة المنطقة كلها، كرامة إنه والله إنه عمل مسبح هو وشغل 10-12 واحد من المنطقة. نحن مع الحدود، المسبح إنه يكون في له حدود، بس مش إنه والله إنه حدوده ياخذ البحر حواليه كله. المسبح له حدود، له الصخرات، هدول حدود. نحن ما عم نعتدي على العالم، نحن أفقر ناس بالعالم الصياد. يعني المسيح وصى بالصياد، وبتمنى عليهم يعني إذا هني مسيحية ولا إسلام، والنبي محمد وصى بالصياد، وصى بالفقير. رغم أن سكان شاطئ السانسيمو الحاليين ليسوا من أهله ولا من أصله، إلا أن وجودهم هو أمر واقع لا يمكن غض الطرف عنه. بزنودهم السمراء وعرق جبينهم يصطادون كفاف يومهم، ولكن في لبنان يبدو أن حيتان المال تأكل الأسماك الصغيرة. من شاطئ السانسيمو، جوال الحاج موسى، قناة الجديد.
بعد فشل كل اقتراحات قوانين الانتخاب، عودة قانون ميقاتي إلى الواجهة بطلب من الرئيس نبيه بري. بعد فشل اللجنة الفرعية واللجان المشتركة في التوصل إلى أي مشروع قانون انتخابات مشترك، عاد رئيس المجلس نبيه بري المطالبة بدراسة قانون ميقاتي، لكن هذا القانون هو نفسه قانون مروان شربل المبني على 13 دائرة. بالقانون اقترحنا نحن، حطينا 3 اقتراحات، 13 دائرة أو 14 أو 15، عملنا سيمولاسيون على كل فترة من هالفترات هاي. هلا لقيت انا انه انسب شيء 15 دائره، هلا بالحكومه ناقشوا الموضوع وصلوا ل 13 دائره ووافقنا على 13 دائره. هل كانت موافقه بالاجماع كل الاطراف السياسيه؟ الكل كانوا موافقين بالاجماع كانوا. يعني اليوم ما في اي ذريعه لاي طرف سياسي يرفض هذا القانون؟ ما مفروض حقيقه، ما مفروض، خاصه من بعد انتخابات البلديه الشعب اللبناني انقسم، ما بقى فيك تقول هذا تابع لهالفريق وهذا تابع لهالفريق. يعني ما بعتقد بقى في محادل مثل ما شفناها بانتخابات 2009 او بال 2005. الدوائر وزعت على الشكل التالي: بيروت دائرتين، الاولى تضم الاشرفيه رميل المدور المرفأ الصيفي البشوره ينتخب عنها 9 نواب، الثانية راس بيروت عين المريسي من الحصن إسقاق البلاط المزرعة المصيطبة ينتخب عنها 10 نواب، طرابلس المنية الضنية ينتخب عنها 11 نائبا، زغرتا وبشري والبترون والكورة 10 نواب، عكار دائرة واحدة ينتخب عنها 7 نواب، بعلبك الهرمل ينتخب عنها 10 نواب، زحلي ورشية والبقاع الغربي ينتخب عنها 13 نائبا، بعبد علي ينتخب عنها 11 نائبا، الشوف ينتخب عنها 8 نواب، جبيل كسروان ينتخب عنها 8 نواب، المتن 8 نواب، صيدا جزين صور ينتخب عنها 12 نائبا، النبطية مرجعيون حصبية بنت جبيل ينتخب عنها 11 نائبا. القانون المقدم على أساس النسبية يمكن الناخب من الاقتراع بصوتين تفضيليين لمرشحين ضمن اللائحة التي اختارها. معلش خلينا نقرأ لأنه في كتير ما قريوا لهذا القانون، وبعتقد أنا أنه حيناسب الجميع وبيرضي كل الأفرقاء. هلأ بتعديلات بسيطة من هون أو من هون منا مشكلة، خلينا نقرأ وما نقول دغري أنه النسبية ما بنقبل فيها، يمكن النسبية أفضل من القانون الحالي اللي موجود بالنسبة للي رافضينه. إقرار هذا القانون يبدو بعيد المنال، لا سيما بعد أن رسمت الانتخابات البلدية خريطة سياسية جديدة، وسيكون أول المعترضين تيار المستقبل. باسل العريضي، قناة الجديد. استقبلت رئيسة الكتلة الشعبية مريم سكاف في دارة الكتلة في زحل طوني سليمان فرنجي في إطار جولته الزحلية، يرافقه وفد من المكتب السياسي لتيار المردة في حضور نجدها جوزيف الياس سكاف. وأوضح بيان للكتلة الشعبية أن فرنجي نقل لسكاف تحيات رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، مشددا على العلاقات التاريخية التي تجمع آل فرنجي بآل سكاف، البيت السياسي العريق الذي قدم الكثير لزحل والبقاع ولبنان، والذي لا نستطيع دخول زحل إلا من خلاله. أهلا بكم من جديد في إقليم الخروب وفي جدرة تحديدا، الكنيسة تحتفل ببداية شهر رمضان المبارك. في خطوة تهدف إلى تعزيز العيش المشترك والتلاقي بين الأديان، وبمبادرة من رئيس بلدية جدرة الأب جوزيف أزي، انطلقت من ساحة كنيسة مارجرجس في المنطقة احتفالات رمضان في الشوف التي تقيمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بحضور مدير عام دار الأيتام الإسلامية الوزير السابق خالد إباني وحشد من فعاليات المنطقة. وفي كلمته حيا إباني هذه المبادرة التي تذكر بالعيش المشترك في لبنان. وهذه المبادرة الطيبة ستبقى في قلوبنا وفي ذاكرتنا وتذكرنا دائما أن لبنان هو لبنان المحبة وهو لبنان السلام، وهذا ما تجسده تعاليم الكنيسة، وخاصة أنك استقبلتنا في رحاب هذه الكنيسة الكريمة. هذه أمسيات الفرح الرمضانية من ساحة كنيسة ماجل الجدرة، إنها لمدعاة فخر واعتزاز لنا. مسلمون ومسيحيون احتفلوا بقدوم شهر رمضان المبارك
وهم يهتفون لأبناء دار الرعاية الذين قدموا لوحات فنية وفولكلورية مميزة. وكانت المناسبة فرصة لتلاقي أبناء إقليم الخروب بجميع أطيافهم ومذاهبهم. وزير الصحة وائل أبو فعور يلمح من حاصبية إلى إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. خص وزير الصحة وائل أبو فعور بلدة حاصبية الجنوبية بزيارة تهنئة للمجلس البلدي الجديد المنتخب، فاستهل يومه بزيارة كبير مشايخ البياضة الشيخ سليمان جمال الدين الشجاع، حيث كان في استقباله حشد من المشايخ ووجهاء وفعاليات البلدة. أبو فعور شكك في إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أنه ما من جديد حول هذا الاستحقاق، لكنه أشار إلى أننا سنذهب إلى انتخابات نيابية، مكررا القول إن النائب جنبلاط سبق وأعلن تأييده لقانون النسبية. واضح أنه كأننا نذهب باتجاه انتخابات نيابية في موعدها وفق قانون. أنا أعرف إذا كان بالإمكان الاتفاق على قانون جديد، وكان عدنا بأنه من الصعب الاتفاق على أي صيغة جديدة، يبقى القانون الحالي المعمول فيه. إذا ما وصلنا إلى موعد الانتخابات النيابية وكان الخيار بين قانون الستين وبين قانون جديد، المهم إجراء الانتخابات. ثم توجه أبو فعور إلى دار حاصبية لتقديم التهاني للمجلس البلدي، حيث كان في استقباله حشد من أهالي البلدة وقرى الجوار. إحباط عملية تهريب عملات مزيفة عبر مطار بيروت وإقفال محال غذائية في العيروني وصيدا لا تستوفي الشروط الصحية، وأخبار محلية أخرى في هذه الصفحة المحلية. في عين التين عرض رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري الأوضاع العامة وقانون الانتخابات مع وزير الداخلية السابق مروان شربل، والتقى محافظ بيروت زياد شبيب وأبرق إلى عائلة بطل الملاكمة الأسطوري محمد علي كلاي معزيا بوفاته. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن فصيلة التفتيشات في سارية مطار بيروت الدولي أحبطت عملية تهريب كمية كبيرة من العملات المزيفة تحتوي على 102,500,000 دينار عراقي، بالإضافة إلى 50,000 دولار أمريكي و200 دينار كويتي، مع المسافر سين كاف عراقي الجنسية وكان بصدد تهريبها إلى العراق. عثر الجيش اللبناني على كيس كبير مرمي إلى جانب الطريق بين المديرج وحمانة، وبعد كشف خبراء من فوج الهندسة عليه عثر في داخله على 60 صاعقا و15 قنبلة يدوية غير معدة للتفجير، إضافة إلى 40 طلقة رصاص. نوه النائب الممدد أحمد فتفت بالخطوة التي وصفها بالحضارية عبر تخصيص مقعدين في كلا اللائحتين لعضوين مسيحيين في بلدته سير. كلام فتفت جاء في خلال استقباله أعضاء اللائحة الفائزة في الانتخابات البلدية. في إطار حملة سلامة الغذاء، دهم مراقبو وزارة الصحة عددا من المحال والمؤسسات الغذائية في منطقة العيروني في قضاء زغرتة، شملت مسالخ ومحال لبيع الفروج وأفرانا ومصانع ألبان وأجبان. كذلك في صيدا دهم مراقبو وزارة الصحة آلية غير مجهزة تنقل كمية من الأجبان التي تبين أنها غير مطابقة للمواصفات. في طرابلس ازدانت شوارع المدينة احتفاء بحلول شهر رمضان، وللمناسبة أقيم احتفال في ساحة عبد الحميد كرامي، شارك فيه وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ممثلا بعقيلته سليمة ورئيس بلدية طرابلس وأعضاء من المجلس البلدي المنتخب وحشد من أبناء المدينة. أكثر من 40 عاما على عملية اللد البطولية التي أسقطت حدود الجغرافيا بالإنسانية، وتكريم أحد أبرز منفذيها أحمد الياباني. النضال أسلوب حياة يتخطى حدودا جغرافية تعيد رسمها مقاومة، فكان 30 أيار محطة لرجال يابانيين ترجلوا عام 72 من طائرة فرنسية في مطار اللد الفلسطيني المحتل، وكان من بينهم المناضل الأممي كوزو أوكوموتو، حيث أخرجت فرقتهم أسلحتها وباشرت بإطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية على أرض المطار في إطار ما عرف بالثورة العالمية ضد الصهيونية والإمبريالية.
بتخطيط من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الفدائيون استشهد منهم 2 وألقي القبض على 3 هو أوكوموتو أحمد الياباني، وفي أعقاب إصابته تحول إلى أكثر المناضلين شهرة، لا سيما بعد اعتقاله مدة 13 عاما في السجون الإسرائيلية. أوكوموتو الذي فقد ذاكرته نتيجة ما واجهه من تعذيب في السجن وتدهورت صحته النفسية والعقلية، حرر لاحقا في صفقة تبادل النورس عام 85 بين العدو والجبهة الشعبية. ولسخرية القدر أن مصيرا مشابها كان ينتظر أوكوموتو في سجن رومي اللبناني عام 97، حيث حكمت عليه الدولة اللبنانية بثلاث سنوات سجن بتهمة الدخول خلسة إلى لبنان وبجوازات سفر مزورة. فأعلن في 2 آذار من العام 2000 إسلامه للحصول على لجوء سياسي مع اقتراب انتهاء مدة حكمه. وقد منح أوكوموتو حق اللجوء السياسي الأول في لبنان والأخير، وبعد مطالبات وتحركات حثيثة من رفاقه. اليوم في الذكرى 44 للعملية البطولية تكرم الجبهة ابن الجيش الأحمر المناضل عن عمر ناهز 66. يؤمن بأنه دون الثورة يصير العالم منفى، لأن الثورة هي نقيض للشعور بالنفي والاقتراب عن واقعنا وأنفسنا وبلادنا. كوز الإنسان يبحث عن الحرية والكفاح ضد الظلم تماماً، كما بحثت شي غيفارا عنها في غابات أمريكا اللاتينية. أن هنالك محاولة لطمس هذه الذاكرة من قبل من نعتبرهم أعداء لهذه الأمة من أجل إعادة تشكيل الوعي. فبالتالي وقت اللي منبطل نتذكر أوكوموتو، منبطل نتذكر وديع حداد، منبطل نتذكر كمال ناصر وكمال عدوان أبو يوسف النجار وغسان كنفاني، ساعتها من السهل إعادة تشكيل الوعي وتشكيل الذاكرة وتشكيل الهوية. في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت يعيش أوكوموتو اليوم، فيما لا يزال هؤلاء الرجال اليابانيون مثار فضول في ظل شح المعلومات عنهم. وجل ما هو معروف أنهم أعضاء في الجيش الأحمر الياباني تدربوا في لبنان على تنفيذ العملية وهم طلاب جامعيين. زفت ميشيل جبران التويني إلى مكرم أبو حبيب عروساً في كنيسة القديسين بطرس وبولس في قرنة شهوان أمس، وقد ظهر في الصور الوزير جبران باسيل يجلس إلى جانب النائبة سريدة جعجع يتبادلان الأحاديث والضحكات. هذا وتقدم الحضور جد العروس النائب ميشيل المر الذي اصطحبها من مدخل الكنيسة إلى المذبح، كما حضر الرئيس أمين الجميل وخال العروس الياس المر وعدد كبير من النواب والشخصيات. أهلا بكم من جديد. مرض الباركنسون يغلب أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي. من فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية، أعلنت عائلة محمد علي كلاي وفاة الأسطورة بطل الملاكمة الأمريكي السابق عن عمر ناهز 74. فبعد صراع مع داء باركنسون دام أكثر من 30 عاما، أسلم كلاي الروح إلى خالقها الذي لطالما كان رفيق دربه في الحياة وحارسه كما ردد دائما. It's time. So I don't believe that it's time for me to die in that way. If it is, then I welcome. بطل العالم السابق في الوزن الثقيل والذي عانى طوال سنوات من داء باركنسون أدخل يوم الخميس إلى المستشفى لمعالجته من مشاكل تنفسية، لكنه ما لبث أن فارق الحياة مساء الجمعة على أي ورف الثرى في مسقط رأسه اليوزفيل في ولاية كنتاكي حيث تنظم جنازته. أسطورة الملاكمة الأمريكية تحذر من عائلة فقيرة من أصول إفريقية، ولد عام 42 واسمه الحقيقي كاسيوس كلاي. مسيرته المهنية كانت حافلة بإنجازات وبطولات، كان أبرزها فوزه ببطولة العالم للوزن الثقيل 3 مرات وعلى مدى عقدين من الزمن، لكن نجمه سطع عام 64 عندما تمكن من إقصاء بطل العالم في حينها الملاكم سوني
بيليستون عن عرش الملاكمة فيما لم يتجاوز عمره 22. كلاي كان رجلا مبدئيا لم يثنه شيء عن المجاهرة بمبادئه والمدافع عنها، لا سيما تلك التي تتعلق بالقيم الدينية. دافع عن قضايا المسلمين السود وأشهر إسلامه وغير اسمه إلى محمد علي، وبات بمثابة الزعيم الروحي لملايين السود ورمزا للأمل والعزة والتحدي. ويشهد له في ذلك مباراة افتراضية وجه في خلالها محمد علي ما وصف باللكمة غير المباشرة إلى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ردا على دعوته لمنع المهاجرين المسلمين من دخول الولايات المتحدة، قائلا: نحن كمسلمين علينا أن نتصدى لأولئك الذين يستخدمون الإسلام لتحقيق مآربهم الشخصية. كذلك سجل له موقف لافت رفض فيه أن يكتب اسمه المكنى باسم النبي محمد على نجمة المشاهير كي لا تطأ أقدام الناس الاسم المبارك، فعلقت على حائط أحد المسارح استجابة له، لتصبح النجمة الوحيدة من بين 2500 نجمة التي لا تطأها الأقدام في هوليود. وقد تحولت إلى نصب تذكاري فور إعلان وفاته، حيث يتوافد أحباؤه لوضع الزهور. الجيش السوري يدخل الحدود الإدارية للرقة. الرقة المدينة التي تعتبر المعقل الرئيس لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا باتت اليوم تحت ضربات الجيش السوري، فبعد اشتباكات دامية أوقعت العشرات من إرهابيي داعش، تمكن الجيش السوري من دخول الحدود الإدارية لمحافظة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي. وتقدم الجيش السوري داخل حدود المدينة مدعما بغطاء جوي من المروحيات بهدف الوصول إلى بحيرة سد الفرات وطريق الرقة حلب، والتي بات يفصله عنها نحو 40 كيلومترا فقط. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الجيش السوري عبر الحدود الإدارية لمحافظة الرقة بعد تقدمه في هجوم كبير على تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من روسيا. وزارة الدفاع الروسية نقلت عن المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا أن أكثر من 2000 متشدد من منظمات إرهابية مختلفة وجماعات يطلق عليها معارضة معتدلة متمركزون في منطقة الشيخ مقصود، بدأوا هجوما على مواقع للجيش السوري جنوب غربي مدينة حلب. وأشار المركز إلى أن جماعات مسلحة تضم جنودا أتراكا ظهرت شمالي المدينة، ما يؤشر إلى أن الأتراك قد أعلنوا الحرب على الجماعات المسلحة. المركز الروسي في حميميم للمصالحة بين القوى المتنازعة في سوريا من جهته أعلن أن 1000 مسلح شنوا هجوما على مواقع للجيش السوري في منطقة بريج جنوب غربي حلب، وعلى معسكر في حي النصر، لافتا إلى أن الهجوم أتى من جانب منطقة الأنصاري حيث تتمركز قوات المعارضة. وأفاد المركز عن ظهور عسكريين أتراك في المنطقة التي اشتدت فيها العمليات القتالية. صفحة أخبار سريعة في هذا التقرير. في العراق تواصل القوات العراقية تقدمها في الفلوجة مدعومة بطائرات التحالف، في وقت شنت فيه طائرات التحالف الأمريكي سلسلة غارات على موقع قيادي لداعش في حي البوجبيل في المدينة. في المقابل نفذ تنظيم داعش هجوما انتحاريا على مدنيين غادروا الفلوجة إلى جهة القوات العراقية. أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن على مواطن تركي لمدة 108 أعوام، وذلك بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على أطفال سوريين في مخيم اللاجئين. وأفادت وكالة دوغان للأنباء أن المتهم عشريني وهو عامل نظافة في مخيم نيزيب في غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، وهو لم ينفي التهم المنسوبة إليه بل كشف عن تورط العديد من الموظفين في القضية. في العاصمة الفرنسية باريس اتخذت السلطات إجراءات وقائية واسعة، من بينها إقامة حواجز ومنع الرحلات السياحية في نهر السان وإغلاق متحفين شهيرين لمواجهة فيضان النهر الذي ارتفعت المياه فيه إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 30 عاما، وذلك من جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في أوروبا هذا الأسبوع وأودت بحياة 16 شخصا على الأقل.
ونبقى الآن مشاهدينا مع جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، ونبدأها مع صحيفة الديار. لهذا السبب لا يتكلم سعد الحريري، صراع بين نهاد المشنوق وأشرف ريفي على رئاسة الحكومة، لا رئيس دون سلة ولا سلة دون تفاهم سعودي إيراني، تغيير في تكتيك داعش، والدوي الدولي يستدعي ضرب اليونيفيل، التهاب جبهات حلب والرقة ودير الزور واللاذقية وحماة، روسيا الجيش التركي يشارك ميدانيا، واشنطن تستهدف داعش من المتوسط. من صحيفة الديار ننتقل إلى صحيفة المستقبل. محمد علي، النزال الأخير. الرياضي بطلا للبنان، رئاسة اتحاد جبيل ليست عونية واستحقاق كسروان، عفوا الفلوجة تنديد بجرائم الميليشيات ضد المدنيين، حلب مصرع إيرانيين وعشرات المقاتلين الشيعة. من المستقبل ننتقل إلى صحيفة الحياة، تراجع التأييد الشعبي للحملة العسكرية مع تزايد الانتهاكات ضد المدنيين، سقوط البوابة الشمالية للفلوجة. القوات النظامية تتجه إلى الرقة بغطاء أمريكي. رحيل الثائر ضد العبودية. خطبة الجمعة تضع هنية في مرمى المغردين. وفي الختام نذكر بأبرز عناوين هذه النشرة. جريمة في زقاق البلاط، سوري يقتل لبنانيا طعنا بالسكين. حرب داحس والغبراء على طابة في سلة. طارق يتيم للقاضي، أحب رؤية الدم. قانون شربل تبنته حكومة ميقاتي، ماذا عن المجلس النيابي؟ يمكن النسبية أفضل من القانون الحالي اللي موجود بالنسبة للي رافضينه. هل احترقت ورقة سليمان فرنجي الرئاسية؟ أن الوزير الفرنجي قد أصبح يمكن متيقناً بأن الظرف لم يعد مؤاتياً لترشيحه. بحارة سانسيمو، رزق على الشبكة. بيجي واحد معه مصاري كتير بيعمل له مسبح، بيقطع معيشة المنطقة كلها، كرامة أنه والله أنه عمل مسبح هو وشغل 10-12 واحد من المنطقة. في الختام شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.